تخسر كل حاجة والناس كلها تبقى ضدك، ساعتها بس هتعرف الدنيا. هحاول أعمل كل حاجة نفسي فيها بس لوحدي. هو أنا مش قلت 100 مرة ما تجيش المدرسة ودي أكبر بتاع ده؟ الناس ما بتسيبش حد في حاجة. المسألة مش مسألة تعويض تدفعه المدرسة ولا تراضي أهلك، دي مسألة أكبر من التعويض. دي أخد ابني أوديه بأحداث يعني ولا إيه؟ جو الكيكس ده خلهولك، أنا بحب الشغل ده. أنا باكل لوحدي وعايز لوحدي بس مبسوطة. أنا ما اخترتش أكون لوحدي بس اخترت إني أكون. الخنكة رمضان ويانا غيره.